حاجات كتير قوي ممكن تخوفك، بس مش ممكن يخطر في بالك ان في حاجات صغيرة زي الحقنة او مكنة الحلاقة او الموس ممكن تهدد حياتك، لانها ببساطة ممكن تنقلك فيروس سي وانت مش عارف. فيروس سي بقى سهل اننا نتفاداه باننا نتأكد ان الادوات دي جديدة قبل ما نستعملها. عالجنا ناس كتير وخفت تماما، ومصر مشوارها عشان تكون خالية من فيروس سي. فيروس سي، حل الوقت عليك.